الشهداء الشهيد كمال حساني التي قتلته أيادي الغدر الظلام بأنه مناضل شريف مناضل علقة وجماهير بالمناسبة كذلك ما تمكناش نجيب شي واحد لعائلته ولكن كيبقى نقول له أنك دخلت التاريخ الدائم الواسع وأنك استشهدت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وأنك حي ولا زلت مكرما بين رفاقك. ننتقل إلى الشهادة الثانية ديال والد الرفيق قرطاشي نور سلام أحد شباب حركة الشيخ غراية في عمر الزهور بمستوى مديرة الدار البيضاء كذلك الأب ديالو مناضل عشريني على مستوى نفس الموقيع فليتفضل مشكورا الرفيق قرطاشي. تحية عالية لكل المناضلات والمناضلين. هاد الشهادة اللي غادي نتلي بها دابا فات دليت بها أنا والإخوان تعفاس المندوب الأممي اللي جات مناهضة التهديف. كانت هاد المسيرة فاش تعتقلوا النشطاء كانت 22 جويلية بدات المسيرة وحتى قربنا نقول الكلمة الختامية عاد كان تدخل تاع أجهزة القمع. كنت أنا الأول تعتقلت لأني كنت فوق المنصة المتحركة اللي عبارة عن تريبورتر كنت نصور التدخل. أنا الأول من بعد لحقوا عليا واحد المناضل أستاذ جامعي في العلوم السياسية ومن بعد جاء لحقوا عليا طارق في الاستابيت في السيارة نتاع البوليس من بعد سامير ومن بعد نور السلام. تماك بدا واحد السبان والضرب ديك الزرق نتاعهم وواحد الكلام بديع اللي ما نقدرش نتفوه به دابا قدام هاد الحضور. بعد واحد تقريبا واحد ساعة نتاع التهديف في وسط الاستافيط داونا الكوميساريه تاع أنسي. الكوميساريه تاع أنسي اول ما دخلنا البانداع العينين اللي عقل عليه تناوبوا علينا 6 أجهزة سبتهم انا كل واحد سميت باك سميت امك الى تاع الهوية محلوفة من غير جوج اللي فاتوا هاد الاسئله نتاع الاب والام كيسولوا حتى شكون خوك فين ساكن فين خدام خوك اختك واحد قبل من هاد الاسئله هادي انا حيدوا لي البانطا عنوه باش نشوفهم تيعذبوا ولدي وتيضربوه لحقاش ولدي كان معروف عنده شعارات وفي لجنة الشعارات وعنده شعارات راديكالية كان ديما يدعو بإسقاط النظام. كان تيضربوه وتيقول له قوة عاش الملك وهو ديك الساعة تيقول لهم عاش با وديك الساعة أنا حسيت واحد واحد الفخر الافتخار. من بعد داوني أنا واحد المكتب أخر بوحدي حيدوا لي ديك ساعة الباندا جهزات البوليس انا مولفين تعرفوهم وتعرفونا من غير جوج كانوا تقريبا المعاملة نتاعهم ما كانش صعيبة بزاف من غير جوج واحد منهم اللي كان عنيف معايا قال لي انا ما خدمش مع هادو تيشير للبوليس يقول لي انا ما خدمش مع هادو انا من جهاز اخر انا راه مع الهمة. من بعد قالوا لي سي بحال قلت لهم علاش عذبتوني وتكرفتوا عليا ديروا لي محضر تاني على
ساعات قالوا لي دي ما بغيتيش تمشي راه ما غاديش نسرع عليك والو راه غادي نقردوك ونلوحوك في الشنطي راه بحال دابا في الطوموبيل. انا اللي خرجت ربما واقيلا غادي نفدو هاد التهديدات تاعهم كيما نفدوها في شحال من جوج واقيلا غادي نرتاح واحد 10 ايام عاد نشوف شكاين عاد نخرج الناظر ولا ما نخرجش. ولكن في الصباح لا بعد يومين ملي شفت التهم اللي ملفقة ليهم ما تهمونش بديك التهم اللي كانت تيقولوا الشعارات وديك الشيء ولا هما اللي ضاربين البوليس وهما اللي تعدوا على البوليس. قلت ما عندي فرق انا على النظام ديك الساعات. ما عرفتش كاين الوقت نقرا هذه رساله كان سربوها من السجن النشطاء. شهادات حول الاختطاف والتعذيب موقعة من المعتقلين الخمس منذ انطلاق شرارة المد الثوري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخروج الجماهير الشعبية في انتفاضة 20 فبراير. صعد النظام القائم حربه الشرسة على كافة المستويات وسخر كل إمكانياته القمعية والإيديولوجية والسياسية وذلك من أجل إجهاض الانتفاضة الشعبية وقطع الطريق أمام أي تغيير حقيقي محتمل. فمن أكدوبة الاستثناء المغربي والدستور الممنوع إلى مهزلة الانتخابات التي نصب من خلالها القوى الظلامية ممثلة في حكومة بن كيران تماشيا مع رؤية الإمبريالية والتفافها على انتفاضة الشعوب بالمنطقة. خرجنا كشباب حركة 20 فبراير المؤمن بالتغيير في مسيرة الأحد 22 يوليوز 2012 بمنطقة البرنوسي ومباشرة بعد انتهاء المسيرة التي كانت مطوقة بكل أشكال أجهزة القمع تمت عملية اختطافنا كل واحد على حدة من طرف أشخاص بزي مدني ومباشرة بعد إدخالنا في سيارة القمع تم تعصيب عيوننا وانهالوا علينا بالضرب بالهراوات والركل والرفس والإهانات والسب والشتم ونعتنا بالملاحدة والشواذ وأبناء العاهرات والخونة. بعد وصلنا إلى مقر الشرطة بأنس تم تجريدنا من جميع ملابسنا وعملوا على إدخال وسائل حادة في دبورنا. إضافة إلى ذلك قاموا بنتف أشفار عيوننا من أجل إجبارنا على قول عاش الملك وتحرير محاضر ملفقة ثم استعمال الملقاط والعمل على نزع أظافرنا من أجل الإمضاء قصرا على المحاضر. للإشارة هادو الجلسة على المناضلين اللي تم فيهم هذا التعذيب تاع قلع الأشافر واستعمال الملقاط. بعد الزج بنا في سجن عكاشة سيء الذكر تم تسخير مجموعة من البلطجية من أجل الاعتداء علينا واستفزازنا. في الآخر نعلن على تشبتنا بمطالبنا التي خرجنا من أجلها كمناضلي حركة 20 فبراير. إطلاق سراحنا الفوري بدون قيد أو شرط وتحقيق مطالبنا من داخل السجن التي سنعلن عنها لاحقا في بلاغ للرأي العام في القريب العاجل. تضامنين المبدئي المطلق واللا مشروط مع كافة المعتقلين السياسيين. نحيي عاليا كل من ساندنا وتضامن معنا هيئة الدفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة المعتقل. دعوتنا لكل المناضلين الأحرار إلى الارتباط بالشارع وتحدي هذا الطوق القمعي المسخر على جماهير شعبينا في ربوع هذا الوطن الجريح. بالأخير لابد نقول واحد الإشارة بالنسبة لهاد الظلمين اللي بغى يشوشوا علينا هاد الوقفة. انا تنقول هادوك تيدينو فيلم ماشي فيلم اللي داز في اليوتيوب كليب فيه 10 دقائق وهذاك الكليب راه خيال. وحنا كعشرينيين وكمناضلين حنا ما تنهضوش حنا ما تندوش بالخيال حنا تندو بالحقيقه حنا تندو
بهذاك اللي تي اللي بغي ينصب راسو الهلال وتيجبر المستضعفين وانتهازين باش يرفعوا عليه. حنا تندو بالحقيقه ماشي بالخيال. وتحيه للجميع. شهادة صادمة حول تعكيس الواقع للتهديد للإهانات للتهديد الهمجي الذي يعانون من المعتقلين السياسيين باقي السجون، ربما ما أشار إليه رفيق المعارف.